Alors, دنيا الخلداوي كنسكن في كازا، عندي سونتر ديال التجميل ديال الترويض، عندي ديبلوم ديال اختصاصي في العلاج الطبيعي، اختصاصي في التغذية مشاكل السمنة، واختصاصي في التجميل الغير جراحي ديبلوم من تركيا. انا كنت ديجا داك العام شفت نسريك الثاني وكان عجبت بالشخصية ديالها وداكشي. من بعد مني عاود شفت في الفيسبوك يعني كاين مسابقه هنا في المغرب وطالبين شروط عجبوني دونك شروط كيقول لك خصها تكون مثقفه تكون يعني دايره الحجاب وهذا قلت صافي نتقدم لها تقدمت في المغرب والحمد لله نجحت اول حاجه وصلت للمطار ما لقيت حتى شي واحد كيستقبلني وصلت مع 6 الصباح واحد الصدمه ملي كنعرف حتى واحد في مصر وما لقيت حتى واحد كيستقبلني ما تيقش كنعيط لهم كلشي التليفونات مطافين شكون غادي يستقبل ممثلات المغرب شنو هاد الشيء عادي ديك الساعه صافي ميمكنش بقيت كنقول اش هاد الشيء خديت سيارات اجره وما عارفاش حتى لوطيل ما عطانيش حتى الحجز ما عطاني والو يعني فين غادي نمشي ما عرفتش بقيت كنبين بلاتي وعيانه 6 سوايع ديال الطريق وفي الاخر ما كتلقايش كتمشي 6 الصباح والو ما كاينش فين في الاخر بديت نعست في واحد الكنابي نعست فيه جالسة وكنبكي والدموع ديزين كنقول انا جابني الغد لي ملي جينا وصلت ل 11 باش ندخلو عند لجنة التحكيم هذا جات عندنا قالت لنا عرفتي شنو غادي ديروا اليوم صافي سيروا دورو في مصر قلت لها شنو كيفاش ندورو في مصر حنا موجودين عندنا لجنة التحكيم خاصنا نشوفوها قلت لنا لا صافي صافي ما تخربق علينا داك الشيء وهذا صافي صافي عرفتي غادي ديروا انتم خرجوا دورو شريوا شي حاجه هانتوما عرفوا الدنيا على مصر ما تتعرفش مصر اول مره غادي تجي دوروها وهادي وهذا في نهار المهرجان كان عندنا نهار المهرجان كانوا لجنه التحكيم في الوجه دخلنا كانت لجنه التحكيم جالسه كلها من بعد فاش دخلنا المره الثانيه باش يسولونا تفاجات انني كندخل كنلقى حاجبه ماء العينين وتلقى واحد الصحفي لبناني فينا هما لجنه التحكيم كاين اللي مشى جاه البرد كاين اللي مشى دخل يشرب قهوه مديره المهرجان كتعمل شي لقاء صحفي شكون اللي غادي يدير لنا تقييم ما كاين حتى شي واحد سؤال واحد على كل شيء البنات كلهم واقفين سؤال واحد في المهرجان كامل سؤال واحد ماذا يعني لك الحجاب رساله للحفل جات نتيجه عنه على انني انا الوصيفه الثانيه اللبنانيه الوصيفه الاولى والمصرية هي اللي كتمثل ملكة المحجبات انا ديك الساعه تصدمت شويه عادي سي نورمال حيت من الاول كانت شحال من حاجه اللي كتبين ان ما كاينش مصداقيه من بعد تصورت معاهم وحضرت معاهم يعني المراحل التتويج وبقيت حتى خوات لا سين وهبطنا كاملين مع البنات مجموعين بدلنا حوايجنا بدلت حوايج وحيت الفستان حيت هما من بعد قال لك راه رميت الحوايج ورميت كل شيء هذا بدلت وعطيت للستيليست الحوايج ديالها انا في هذيك اللحظه حطيت التاج ومشيت تنجري حيت عرفت مديره المهرجان غادي تمشي وتخليني ما عنديش فين نبات 3 الصباح مشيت تنجري عندها قلت لها فين غادي نمشي معاكم حيت فين درنا المهرجان بعيد على القاهره مشيت 3 السوايع بعيد على المطار مشيت 3 السوايع دونك انا خاصني ضروري نمشي نشوف فين غادي نبات من بعد دازت يومين اش داروا حيدوا لي انا ملي تخاصمت معاها مشات ديك الساعه عيطت على المصريه اللي كانت جات في المركز الرابع عطاتها التاج وقالت لها انت هي الوصيفه الثانيه والمغربيه انسحبات وعنوا في الاخبار ديال مصر كاملين ان المغربيه انسحبات وما رضاتش باللقب ديالها وانها يعني ما كاينش داروني بحال ما كاينش في المسابقه نهائيا ما كتجبدش انا ملي قريت الاخبار كلشي ما كاينش سميتي ما كاينش انا واللي بقى فيا الحال بزاف هو ان في لجنه التحكيم كاين المغاربه وما عارضوش على هذا الشيء بالنسبه لنسرينك الثاني حتى هي كانت تعرضت نفس او لا اكثر من هذا الشيء اللي انا تعرضت ليه كانت تعرضت لي داك العام وهضرات معايا قالت لي شوف الدنيا قبل ما نمشي وجدي راسك راه داكشي اللي كترجعي انك تشوفيه ما غاديش تشوفيه راه غادي يعاملوك اسوء معامله وكانك ما كايناش وما تنظيم ما غاديش تلقاي قالت لي ما تلقايش ما تاكلي ما خاصهاش نهائيا تبقى تعاود المهرجان هنايا هذه اول حاجه ان المغربيات ما خاصهمش يبقاو يخليوها تعاود المهرجان هنا ولا شي وحده تقدم لهذا المهرجان هذا حيت المهرجان فاشل